يلطف علي حد في الفيسبوك، في جرة الفيسبوك تضرب بستة شهور. هذا هو بعث لي مساج بالله هاك القاضي، وانا في الحبس وش جيب لك القاضي بتاعك؟ انت الله عليك ما تحشموش، لازم نسرق قهوة شوية مصروف، لازمها بسيريف. والله بس النقار والو كفاره يا اخوي كفاره، والله فراه راس خو عايش بارك الله فيك. والله تعرف لك اللي وقفوك وراس الممتي غادي بالصور راس هنا الجيريم العشب، قلت خياني والعشبي نهار كله مع بعضنا في القهوه، نهار كله نعطي فيه الدخان، نهار كله نصرف عليه، نهار كله هاد الدينار نعطيه هاد الدينار، والله راس غادي نوح بالصور. والله رجعت يا تصرف عليه فين مش تعطيك ما نمشي فيك قاعد سايب عليك سايب طليت على اخوك ولا كذا ولا بعثت لي حويجة يا عجمي تربي يا عجمي، تعرف قداش نمشي لك؟ ثلاث مرات قالوا لي ما دامك شخوه ما تدخلنيش، اش نعمل لك ترى؟ ماني خليت لك ماندا ما وصلت لكش؟ ماندا؟ فين خليتها لي الماندا؟ جمعتها لك هذيك قلت لهم مالها اعطوها البنون. هذه يا الزينة انا قارت بس زيد تشربكها مع العباد ولا شني؟ يا اخوي لا علينا لا علينا وخيانا هنا اخوي، والله فرحت على خلاص وحلك فرحتي، والله فرحتك على خلاص وحلك. واش بيني نافس خلاص وحلي؟ الحبس للرجال يا نقار باش يكون في بالك. كرهت هذه الكلمة هذه كرهتها. الحبس للرجال. لا باش يكون في بالك. بكري هذاك كان الحبس للرجال وكانت الرجال صناديق. وين هالرجال اللي تشوفها تو؟ وليش أنا تو؟ مش عاجبك. لا شنعت ناي. بيك شنعت. العجمي. مش على شنعت ولا حاجة يا عجمي مش عادي. إنه خير. تيني تعرف قلت في مخي؟ قلت تعرف كان جاي عندي فلوس ورسم ميمتي هذيك. يا من عملت ثلاثة محامي. تعملني محامين؟ انا استنى بالمحامين، انا وقت وقفت قدام القاضي عملت له خطبه بالعربيه الفصحى، بديت نشال وحله بالفصحى نشال وحله بالفصحى، قسما بالله نتلفت نلقى القاضي حاملق حال فمه داخ داخ والله داخ يقول قضايا في القاري في القاري. هذا يعني حتى وخر وقدم وشحتك بستة شهور ملك ما تجيش بالعربية الفصحى قداش يعطيك؟ ستة شهور ايش السما نقار؟ ليش السما سلكتك؟ كيف سلكتك؟ قضية سياسية بامتياز يا نقار. قضية شنو؟ قضية رأي عام، قضية بتاعي، قضية سياسية بامتياز. قضية رأي عام ولا رأي عام بتاعك؟ عجبك؟ عجبك؟ توتك أجيت راجل وعبد تشد على حافظين هالجالة ستة شهور. شنو؟ بلاش تقرا كنت فضيح. أوه نقار ما تغلطش. تبداش طايح في القدر، شنو اللي ساعات تخرجوا فيها يا سيد؟ شنو من عليه شديد؟ انا حفصيه وانا ما عجب؟ انا قضيتي سياسيه قال حفصيه. ويد خويا ديك ربي حفصيه دخلها في السياسه، يا خذتيها تعمل في السياسه، مراها هجالة حد عد روحها. يا ولد شنو الكمكبش في حفصيه؟ حفصيته شنو يا هديك ربي؟ شكون خرج هالاشعار؟ عجب؟ والله انت مش على حفصيه تو شدوك؟ انا على حفصيه؟ من عليه؟ انا شدوني على التدوينه هذاك هو هذاك تدوين على حفصيه تدوينه على حفصيه يا ولدي تدوينه يهديك ربي امور اكبر من مخك حبوا يلبسوا هالي ما السيستم بتاع قبل تو يرد قضيه اخلاقيه ورويه حتى الناس كل في بالها بالموضوع وفي بالها ايش عملت مع حفصيه في بالها على حفصيه في بالها يا ترى حفصيه انا على تدوينه على تدوينه اي تدوين على حفصيه يا ولدي تدوينه على الفيسبوك بس يا ولدي شتمت فيها يا قعدت نشتم ونسب بالليل خرجت بالمخ يا عجمي يا عجمي راه كيف كي حفصيه كي تدوينه المهم فيها حكايه المراه فيها مراه الحكايه نقول له تدوينه هو يقول لي فيها حفصيه تدوينه على الفيسبوك عطيت رايي قعدت نشتم خرجت من مخي قعدت نسب فك الليل سبيت الله غالب يا عجمي يا اخي انت شكون سبيت؟ سبيت حفصيه؟ قصدك كبش لي في حفصيه ما شكون سبيت؟ يا ودي قعدت نسب فيها على بعضها سب الدوله الدولة هذه تكون تسب فيها، تو سما واحد ما سبش الدولة وحطوك ستة شهور على الدولة ما سبش الدولة تستحق تشد عليها ستة شهور ما تستحقش وانا ما سبش الدولة، سبيت المرة ذي عاكستها سبيت الشعب وقعدت تسب الشعب تسب الشعب عقاق هدست لي على الشعب قلت الناس كلها تسب في الحكومة سب يا عجم الشعب وسبيت روحي بجملتهم حتى روحي سبيت روحك؟ أي. ايوا ما تطلعش الستة شهور شدتهم على روحك جاي تسقسي انت ولا شنو هو جاي تلطف جاي تسقسي ما فهمتكش تو انت شنو هو تو جاي نسال لكم مره فيها عيب هذه بارك الله فيك علاه جبت حاجه في يدك ولا جبت كذا
جاي نجيب لك اش نجيب لك ها قلت نجيب لك قلت ما دام راح من الحبس غادي مش نجيب ما خل نقعد وهات نجيب لك هاربين هنا بيناتنا هنا جيبان اي ما هذه تكسر لي وزيد حاجه اخرى الملفات كي تحت من البغله تلجمت لي انت ما تجي تروح في راسك جيت دار هنا عندي تعرفني عندي هي وين انت فيها بالرقبه اي انت تقدم انت تربي في البقر وتربي في الواعر ليه تعرف مسخفني على جيتك قلت هذا تمرمد في الحبس راه انت مش راك مرمدو نعم ما انا مرمدوني انا تربطت مع عيان البلاد يا لقاء عيان البلاد عيان البلاد تربطت معه اوي 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 ولا مع عيان البلاد اي نعم يا سيدي حاسدني حتى تربطت مع عيان البلاد حاسدني اللي قال ما تعاود الحديث بهلول لي ليك يعجبك ليش انت مش حطوك مع عيان البلاد يا سيدي انا من اعيان البلاد تربطت معهم غادي بيه انا حفصيه حطوك مع عيان البلاد في قرار هذا ما سعوده حفصيه انا قضيتي سياسيه والناس كلها في الحبس يا ودي انت حكايتك على حفتي الكبارات كلها تربطوا معايا انا حطوني معاك كبارات انا غادي كنربطوا الحلول العلاقات اللي عملتها غادي في الحبس صدقني عمري كامل ما عملتهاش متضباني توش على وجهي في الحبس تربطت مع الناس الصحاح تحل وتربط غاديك في الحبس في الحبس اي في الحبس كل حلو يرب اي في بالك يا سيدي بلاد كلها طوخ هذا تصير غادي من حبسها تتحل المشاكل وتتفقت امورك وتقضي قضيتك كلها من فصل الحبس فصل الحبس اي مع العيال الصحاغ هذيك عجب اي ولا مره سيدي مسلم عليك شو اسمه هذاك ولد الفهري تربطت معاه اش يحب والله قال لك انا حطيتك في الفكره نتاعي ان شاء الله تسترزق كمان تو هذاك تربطت معاك انت ولا انت تربطت معاه يا ودي هو تربطت معايا وتربطنا وتشمبرتي قعدنا نحكوا عليك كذا ايوه كيما عيال البيت غاديكا وعيان البلاد عيان غديكا عيان البلاد مالا شنو عيان البلاد اسيدي في بالك باك الدكاتره المقرفين وكذا واخذين الدكتوراه وما خدمهم والله تربط معايا دكتور مسكين جايبينه مضروب على راسه عمل المشكله دكتور في الفيزياء جايبينه غديكا تربط معايا صدق في بالك من المشكله بتاعها باك الدكاتره ولا قاعدين بطاله لا سامحني على هذا كثرول شو كثرول؟ يا ولد خلينا ساكتين، كثرول نهار مشو. فاش كثرول؟ شنو كثرول الاعتزامات اعتزامات تحب نخدم، يا اخي قالت لك الدولة براقة 10 ولا 15 عام بعد الباكا. شنو وين تاخذ ترمي روحك على الدولة؟ ياتر الزعل. هي شو تحبه ما يقروش؟ يا اخي سامحني يا رسول الله، يا اخي شكون قال؟ قالت لك الدولة براقة اقرا ياسر؟ هي ما تحبهمش يقرا ياسر، شو برا قري ياسر ما يخدمش. هذا مش على الخدمة. دكتور راهو. يا ودي دكتور اخي مطلوب فين يا دكتور قالوا له برا عقله دي مو نحكوا عاد الواقع يا رسول الله علاش اخذتوا غير الشمس بالغربيه يا اخي انت قريت يا رسول الله وعامل 10 سنين بعد الباك ماشي الواحد مسؤول قاري سادس ابتدائي وتحب يخدمك دي ما سمع هذا منطق يا يعني المشكل فيه انت منهم هم ولا من المسؤول اللي حاطينه من السادس ابتدائي يا ودي هذاك هو ما ولا الخدمه من الاول بدات هكاك لكن النقاب يدخل ولده ولا المسؤول يدخل ولده والاخر يدخل خوه والناس الكل تخدم في بعضها هي هو قرية وش نعملوا له توه يا رسول الله نحمته غادي والله يا سيدي تصديقا لكلامك هلا سيدي زاد سلكها جيت تربط غاديك في الحبس وسلك هالنهارين سمعت بيه بعد ما خرجت تخلي لي خدمته سلك هلا وعد يا سيدي تربطت معنا وعد يبيع في الشراب جروسيس تاع شراب وحراب وش وعد كل ما هي نتاع شراب تدخل نتاع الواحد الدكتوراه علاقات اللي عنده صدقني من فصل الحبس من فصل الحبس طلب لها كاتب الدولة ما هو يمول في الأحزاب هو يمول فيها مضايق قروس سيست كبير ساعات يعمل شر على العين شر شهرين حبس على العين فهون يمول في الأحزاب فوق الحملات وكذا يعرف مصدقني بالتليفون من الحبس دخله يخدم هون النارين تخلي يخدم هاي هودي العيال الصحاح اللي عرفتهم ثم برشا صحاح نزلوا الشادة غادي شو نقول لك يوتي علاقات قلت لك صدقني عمري ما عملت هالعلاقات بس ستة شهور هذي والله لا صارت والله العظيم كان في بالي هكا راني كلمت قلت أكلم على الولد قعد نهار كل شاد لوجهي قعد مطيش والله غالب أنا قال ذكرت طو كلمتني لا في الحبس أنا قال نعرف عليك يا أخي في بالي هكا مع العيال البلير والله كان كلمتني صدقني ونا في الحبس الساعة غادي كان أعرف مجمع كله هي ما تنشوفش ترجع أنت هكا قل لي شنو إيه شاير شاير ورسي ممتي نعمل لك موحان يا ديسي شنو نرجع شاير واش راجل يعني خديتني علوش ب 300,000 شد شاير هو تنبيع العلوش ما غير ما نعيده ودخل الطفل مغادك عاد مطيش رجل لا تو هذه هدنيتك واش نرجع شد الحبس باش نخدم لك الولد يا زي انا قار على غير حديث تو يا عجب فهمني يا عالم بيه ربي وراس خو يلوزك على مصلحتك وراس خو زين قال اخي ما نعرفني واحد خارج من الحبس وانت طويك ما دام سمعت انت ما دام تو كنت في الحبس لحبك مزرس على الحبس
تنجم ترجع السخانة مش تقتلني ترجع ايه وتاخذ قاعدتك ومطلوبك تخرج من هنا في سبتمبر من بعد العيد بفلوسك تلقى ما انت تستنى في غاديك ومرك مريقلة هذيك كلمت من الاول وانا في الحبس نسلك يا لك ما بعد شيء ما صار شيء ما صار شيء عايش نرجع انا قارك طنج يا عش مش فيك هكا يا عش يا راس واللي راسك صحيح كيفاش مش نرجع ديما في مصلحتك تدور يا زين انا قال شنو كيفاش مش نرجع يا عش بتعود تقول في الحبس وعندك برشا ما شربتش يا تو نعطيك تو تفتوفه اعمل عشيك عباد وتهدى بحدا حفصيه غادي اقعد شوي عيطش حفصيه كلمشني الحاكم مغادي ياك هو جيك صبات 42 نين اضمن لك ريت تو مش تلبسالي مره اخرى مع حفصيه والله ما صح راسي شنو تلبسالي مع حفصيه شاف وكيما تعيطش حفصيه يا ودي نعيط ليا كل مهن الشهر اللي نجيبهولك نجيبهولك وراس ميمتي وراس ميمتي الشهر اللي نجيبهولك نجيبهولك ايه اوكي لبسوا هذه المره ذي والله يفوتني شنو تفوت؟ اه اوكي لبسوا هذه هذا تندخلوا غاديك انا القاضي نعرفوا وش ما ندخلوك مغاديك بتاع الشهر من زمان انت لا تكسر لا تعمل حتى شيء هذا حديث هذا يا ما يقول خيي انا خيي يا خيي تستحقني بنا شو تعطيني انا شي هبلي عندي ست شهور وش مش تعطيني هذا مش تخرج اول حاجه مش تلقى مصروفك متى يقول شيء والولاد مش شد يخدون نصرف لك امورك هي ايش باش تعطيني تو تو هاش متك 20000 20000 هي مش باش تجيبوا 20000 اش باش تجيبوا هادي خذ حتى واحد كعبتين انت كمخوان علاش يعني عملنا الشراب باش يشموا الريحه مش مشكله تبلع انت كنت تبلع تخليها تجيب 6 سنين انت كنت تشرب تجيب 6 سنين ايه على خل على خل راني عطشان عندي 6 شهور مش 20000 يا عجمي اش بيك هكا يا عجمي تخيل ما تحقوش بعضنا ما تشوف الدنيا يا نقار يزي صلى على النبي تحبس لي رجال شد هك تو هكا ظهرك بالفلوس شد يا عجمي شد هك شد هك اسمع وكلم الرجل تو نجيب لك اوراق انا غاديك ونكون مهني زعما خويا نعدي شيء يا ودي قلت لك شيء وني نعمل خويا محال اسمعني اسمع بشوي بشوي يا عجمي شد هك شد شد هك اسمعني خليهم هذاك ماشي هم 3 و5 تاجنوا هذا ولا تعرف كيف خلي جهاد جهاد تاجنوا هذا نطلب نجيب لك واحدة قوارص فاسخانة باش على الأقل على البسة تطلع الدوس بالله والله كل مهن نعمل عليك عجل برا هي برا خير غلقت غلق خير ربي يستر برا جينا تتحقق